طيب هاي في حال طبعا زاد عندي عمود الهواء، وشو قلنا احنا سميناه مسمى ثاني لما قلنا احنا زاد عندنا عن 100 صار عندي الضغط 110، هذا شو سمينا احنا بمصطلح ثاني ايضا اسمه الضغط زائد. الضغط زائد يعني اكبر من قيمة الضغط الجوي، تمام؟ في حال كان عندي انا هذا هون عندي الصفر المطلق الغلاف الجوي، وعندي هون سطح البحر مستوى سطح البحر، تمام؟ احنا قلنا زاد عندي هون لما كنا احنا بهي المسافه. طيب اذا كان احنا ارتفعنا عن مستوى سطح الارض وقلت انا هون بدي اقيس الضغط المطلق، تمام؟ فعمليا انا هون عندي هون الاتموسفير اللي هو الضغط كامل، هذا اسمه الضغط الجوي، تمام؟ الضغط المطلق وين؟ الضغط المطلق هون المسافه هاي. بس انا كيف بدي اقيس هاي الضغط هون؟ شو قلنا ما بقدر اني اقيس، انا اقيس مسافه كل ما بدها نقطه احط متر اوصل لعند الغلاف الجوي واقيس للارض. انا في عندي مقياس جيج، بحط انا هون عندي مثلا صندوق حاطه بهذا الارتفاع، بحط هون مقياس وبقيس الضغط، تمام؟ بحط هون مقياس انا بقيس الضغط، شو بيطلع معي الضغط مثلا؟ لو فرضنا هون بيطلع معي 70 مثلا كيلو باسكال، هذا اسمه شو؟ هذا ضغط المقياس، تمام؟ ضغط المقياس. فعمليا انا هون عندي ضغط المقياس هون لما قاس هذه القيمه، قاس هاي القيمه اللي جاي من هون من فوق، ولا قاسها بالنسبه للضغط الجوي لمستوى سطح البحر؟ لا، قاسها بالنسبه لمستوى سطح البحر. معناته انا عندي الضغط المطلق بهاي الحاله لما يكون عندي الضغط هون، شو قلنا لما يكون قل الضغط عن مستوى عن الضغط، شو سميناه؟ ضغط ناقص، او شو اسمه؟ ضغط التفريغ. لما انا اشفط من المكان او من العلبه او من الكيس اشفط هواء، عمليا صار عندي ضغط ناقص، قيمه الضغط الموجوده داخل هذا البوكس اقل من الضغط الجوي، فعمليا اذا ثقبت هذا البوكس الضغط الهواء راح يدخل باتجاه داخل، راح يمصه راح يشفطه، تمام؟ فعمليا انا هون عندي الضغط في حال قسته انا من صفر لهون، هذا اسمه الضغط الابسوليوت. بس انا ما بدي اقيسه من فوق من عند الصفر الغلاف الجوي، انا بدي اقيسه نسبة لشو؟ للضغط الجوي. معناته انا عندي بي ابسوليوت بهاي الحالة شو يساوي؟ يساوي الضغط الجوي ناقص ضغط المقياس، بي اتموسفير ناقص بي جيج. احنا شو قلنا هون هذا الجيج؟ هذا الجيج بقيس بالنسبة لمستوى سطح البحر، ما بقيس من عند صفر الضغط المطلق، انا بدي هاي المسافه، تمام؟ فعمليا الجيج قاس لي هاي المسافه اللي ما بين مستوى سطح البحر والمكان اللي موجوده فيه النقطه. فعمليا انا عندي بدي هاي المسافه بي ابسوليوت، شو يساوي؟ الضغط الجوي كامل ناقص شو؟ القياس اللي تم اخذه بمقياس الضغط. هاي بالنسبة للضغط المطلق. إذا الضغط المطلق هو الضغط الكلي، أنا الضغط اللي بقيسه من الصفر لهون، هي هاي المسافة اللي أنا بطلبها بالنسبة لموضوع الضغط المطلق. كانت النقطة هون، لو فرضنا كانت النقطة هون، هذا هو الضغط المطلق. كانت النقطة هون، هذا هو الضغط المطلق. كانت النقطة هون، هو نفس الأتموسفير. كانت النقطة تحت، هذا هو الضغط المطلق كاملا، ولكن يتم القياس دائما بواسطة مقياس. المقياس يقيس بالنسبة للضغط الجوي. فعمليا إذا كان تحت بدي أضيف قيمة المقياس اللي بياخذها هون زائد الضغط الجوي. إذا كان فوق بدي أخذ قيمة المقياس هاي وأطرحها من قيمة الضغط الجوي، بيطلع معي القيمة الأعلى واللي هي الضغط المطلق. بتمنى يكون الضغط المطلق واضح.